سبحانه وتعالى هنا حقرك هيو مدة أي سفر دعوة أكو مغنى الحمد لله رب العالمين إلهي وسوع لي ونبدي بيت ما أنت أيانا برنامج ونوب الله من دونا هدي الله أود السلام عليه وخالك كنيجو إن شاء الله بيد الله كريم مركا وسوينا أنا من أفرت دقيقة أدمن أيان إن شاء الله رجينا إن نوصل جرو فضيلة الشيخ محمود برنامج كي كلا تقبلي واو عي إن وحرجينا إن يوسف عرسه تجمع إنسان قبل لكن وسوي يعني إن شاء الله بيد الله كريم يوسف عرسه دي الله أود السلام عليه وخالك كنيجو مركا إن وبروا قيسنا هاي إلى ونوكر جاري ولها لما أنتوا وحن أشيجنا إن برامج كي إلى تلي وبلودي نونس عندنا إن شاء الله بإذن الله كريم هدي الله وده سر ورالك نجوا مسيري سعادة ها وقصر لابتي شيخ ونويبت وصل فريستي سجنا وحيف فاهم النسين دونا وحن كانوا ربعنا ولها كره لجريو إلى تلي أدو فربضن وعيداس كبضن وكبضن تويتر كدونالد ترامب أيام هيا marka hadii la talaado maanta la sheeg waayo ama bari la sheeg waayo ama bari la inta la sheeg waayo macnuhu ma ahan in aan farintaadi la helin macnuhu ma ahan in aan dal laga lahayn macnuhu ma ahan in lagu ilaaway laakiin waxa weeye farax ay ka badatay waxaan rajayn doonaa sida ay u soo kala horeyso insha Allah bid milah kariim inaan u sheekno boqolal kun ayaa la soo diray runtii hadaan ku iraado halki daqiiqo afar ama shan ila tiri ayaa soo dhacda waad ogtahay dhibaatada haysata dadkayaga Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool familada sida isu haystaan sida isu dhagan yihiin wax yar akhri xabiib isu wax yar war saaxib halo wa fiican haye noo soo galo noo fur aan la barka ku soo diray waxa hadda kama hadli karaa let's go ma haysta la marka hay 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 aqal habib waxa na soo gaaray abu kawsan abu salaam wa rahma ma sha allah sheekh soo dhaweynayna allah barakeeyo sheekhena ilaahay subhanahu wa ta'ala no xafido aadan ugu faraxsanahay ducada kale waxa ku jira oo aan rajaynayaa inuu nala joogo Abu Kawsan Mustafa Maxamed Raage oo aan jecelahay inaan hadda meega ku wareejiyo insha Allah bi ismillaah kariim aqal Kawsan fala tafadhal mashkuran wa majura asidi ما شاء الله هذا شيخ مكر هاي سألت على عصر الليب لا هي دبت فاكوج عن معي لا هي قال ما تكله ما انت نوصك علي اذي قلنا بطقة بارك الله فيك شيخ بس هذا هو تاكي يا مساعدو بيك يا ذي قلنا هاوم ما تكي يا طيب كجرب المصار الله يدعو لي بارك الله فيك ولا راح بمانشي ذي وارد بارك الله فيكم شيخي يا يان ويد يوزف ما عرفت ولا عليه كنا هو ديار اول سوي ويكي يا مساعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو جان صافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يا أبو جان. الله أكبر. بارك الله فيك. الله أكبر خير. الله أكبر وحسينا وحسينا ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. الله يغفر لنا. الحمد لله. أدرونا. إن شاء الله. أوكي ومن أحسن قولا وياله وحوي وقتاوي وقتا الله يحفظك 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 ال
محمود شيخ هيا من مغرب حيثار ونتوصل إن شاء الله صار الشيخ مثل تقال إن شاء الله والله تلوى إن شاء الله تعالى وبرنامج كي شيخين الشيخ محمود الشيخ حسن أبو دلحة أقرأت لي السلام قادا قصاد الشيخ أبو دلحة ون @gmail.com APUDALXXA number one @gmail.com إن شاء الله تعالى أحمد زوقع من مغرفة تحب في جزء عدايا أحمد إذا وقع ما شاء الله أحمد فزان وخير وقت الحمد لله يا أبو نيكل إذا أحمد إذا وقع وريني أنا لدني وريني إذا بيرامي سبيا أرخى إلى أن تحرر تعالى مرد أقول حزبي أيوتا كل كسر أي بوجه لا إله إبرك يوم وصف على ذلك هاي أبو فرطماء يكون مغلية كل يوم يكون مغلية كل واحد الله أدبر في سلام الله أريد أن يكون مغلية ولا الله أدبر يوم أردت أقول كيف أبرك يسمى الديار بعملين معي سوى دوالة أيام ذي الله معي مركلة ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى مارك سيرا البروغرام كان قيم تعوضا وقالتان لما يجاك حضرتك الله يجاره أنت هو البروغرام كنت قيم وصول مالي بدن بدك المغدر مفهم إيه فمتي كفا إيدين إيه إنك أفل حين وسؤال بدن إيه مارك مشهد كبه وغان أعرف يا قدرنا ننصر قد استشيخة وإلهي سبحانه وتعالى حفظي أصوبه مارتي وقتك للدوان جوه أصوبه سفراي أصوبه مارتي ما لبدن جوه وغدنا إلهي سبحانه وتعالى وصلي ومني وقف على إنه وقف فإذا دمامي مركا جعلك أفضل وعينا إلها الكبر إلى إلهي إنه عمري عاصمة بالنسبة تجدني ولا الله داقلي يعاوي يبا كل في أبضتها إلي سنة عمره من بجمع رسي الله سبحانه وتعالى مركي تصور جعل وحرك الله يكوض فإليته لو هرفض إن شاء الله تعالى يوم الله ذل إلا ذل يعني الله سبحانه وتعالى كبر يما أفضل من سلام إنا مركا إيه مركا إيه مركا صدو واجه بارك الله فيكم شيخ أفضل مغنية صدو وحدي دمحة وحرك هذه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أيها فتعي اهلا وسهلا ومرحبا كيف حالك بارك الله فيك شيخ عبد الحق بارك الله فيك جزاك الله خير واحسن الله اليك انا اقول الله يمنع ولا الله ابدا في سلام الله الهي بس يجعل معي الهي سبحانه وتعالى وحن كبر لنا ان عملنا يا رب وصوص انه حركة رياح ان الهي سبحانه وتعالى جمال النور كبير الهي رحمك كبر رياح حتى محمد يا ولاك يا ابن فوزان يا ولاك احنا يا وقع يا جبال بصار يا بروجرام كوري جنيا والله احنا ما نشوف الواقع احنا يا وقع أبو زب ما أدري راح جنا تعطي صار بارك الله في النور الحمد لله إن شاء الله بارك الله فيك نكوني نصارح إن شاء الله هات شغل حمود السلام الله عليك ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك إلى سنة على أخبار كيو خير بن هادي كيو الفصل خالي جرا أستراليا جعودة أنت صوت على ضد نسيت عتي ما شاء الله وحنو مرينا يا أبو أيوب أبو أيوب قصي ديني أبو قدمتي مسافة وفاتش على أبو أيوب على المتاري طب الله كيف أشتار مرينا يا شيخ أبو طلحة ما شاء الله ما شاء الله ألا يسال سالة ألا كفشت يا أبو بركة يوم أبو طلعورنا إن شاء الله تعالى وانتك إن شاء الله The recording has been started. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إذن لما أختلف فيه من الحق إنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم بحماية الله أيها الأخوة والأخوات وبرنامج في نقيمها قدنا يا كل سرية كلو مقابل صلوات الله سبحانه وتعالى برنامج كان المدعو ولا يرتفع لي هذه هذا الشرف النوائي كفايل هذا يوتيوب كي متقن شبكة عن كروتية فيسبوك على كشرة ومقاطع على كتاب كفايل في أوضاع وطي لو فقط أو كل أو قصد أركيسا كل دي تقاكد يعني هو برغرام ومدو أيادي هذا قصة أيدي لبعض سبع إيه وحاكو قبية وحاي حيثان بقلال كالي أو صوماليا مرتي قاركد وحالك تقفى صورنا يمكو أركو قفى سنة لبعض سبع حيثتا أي واحد مدى قفكاتي إنو أنيا إيقا حظي يا أيابد مدى بيورانيا إنو أنيا إيقا حظي
ayaa san moodaa bay odhanayaan. Marka waxa weeyaan talooyinka idinku aad dhiibanaysaan laydin kala talinayo ogaada dad kale ayaad magacooda ku hadlaysaan oo aad iyo aad u tiro badan. Walaalayaal waxaad ku fadli kartaan abdul xawan at gmail.com ypudalxxray @gmail.com halkaa kusoo dirsaday insha allahu tacaala calaa sheekhu kelmad buu inooga hormariya. Waxaan soo dhaweynayaa fadiilatu sheekh maxamuud sheekh xasan jaza allahu ilaahi subxana watacaala ha inoo xifdiyo sheekhuna lfaadil falyatafadal mashkuuran maajuura lakal madaali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد. الله سبحانه وتعالى كلمه أيا مهد إسكاله السلام المضمئن لهم هل عليه الله أنما كليه نار الضلالي إن نجيب سبسة ونغنه أنه عاصمان قبنا inta dhimatayna allaha u naxariisto, inta xanuunsanna caafimaad allaha siiyo, inta walwalsanna walbahaarka allaha ka qaado, inta walwalsanna walwalka allaha ka qaado, inta amni iyo nabadgeliyo la'aan haysana amni iyo nabadgeliyo allaha siiyo, inta caqligu uu ka maqan yahay ilaahay caqliga ha u soo celiyo, inta hidaaye iyo hanuun ka maqan yihiinna oo aan kow ka ahay ilaahay yidaahi iyo hanuun ha u soo celiyo subxaana wa tacaala. Inta qalbigooda ay ka maqan tahay macaanida dalaalnimada iyo dhadhanka ukhuwanimadana ilaahay quluubtooda malab iyo sokor ha u geliyo jacaylka dadka muslimiinta ah ee walaalaha ah. Intaa kadib uma intaa kadib waxaa mahad iska leh walaalaha hal iyo habeenba u taagan ee u heelan inay walaalahood usoo gudbiyaan barnaamijka khayriga ah ee dacawiga ah ee islaaxiga ah ee aanu doonayno bulshada inaanu ku islaaxinno. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo mafaatiixdii khayr kuwa furayaal u noqda khayrka iyo wanaagga, qufullana u noqda sharta. Allahuma aamiin. Amaa kelimadaydu waxay ku soo sanaan doontaa mataa takuunu lmushkilatu mushkila, goorma ayay mushkiladu mushkilad noqotaa. Waxaan uga jeedaa halkudhega aadka muhiimka u ah qodanna muxaadaraad iyo dowraad iyo nadawaad khaasa in laga cadino siba haddaan u eegtana waxyaabaha burburka iyo dhibaatada keenana ay tahay inaan kelimadan ay jawaab dhaban loo helin, la fahminna macaanida ay xumbaarsan tahay mushkiladu. Goorma ayay mushkiladu ay mushkilad ay noqotaa? Mushkiladu goorma ayay mushkilad noqotaa? Waxaan dhihi karaa tusaale dhowr ah. Haddii aan ku soo dhawaado si aan caawa si toosa aan barogaraamka ila talila u bilaabanno, waxaan doonayaa inaan dhaho haddii aan tusaalooyin ka bixiyo ilmahaadii, ilmahaadii yaraaba waxaad ku tiri waxaad ii keentaa galaas caana ah, waxaad ii keentaa galaas casiir biyo ah, asagoo dhexda soo wada meeshuna ay roogu yaallo ayuu ilmihii kookii ka fakaday. Casiirkii wuxuu ku daatay roogii, koobkiina waa uu jabay. Dhibaatada meeshaasi ka dhacday adigaa ka dhigi kara dhibaato, adigaana ka dhigi kara beer janna ah. Abaan kula hadlayaa waalidow, aniga isla hadlayaa, xaaskaygaan la hadlayaa, gabadhaydaan la hadlayaa, midda deriska ii abaan la hadlayaa, midda eedde iyo habaryana baan la hadlayaa, midda dabeecadan soo socota aan wadata ayaan la hadlayaa. Waxaana leeyahay adigaa mushkilad ka dhigi kara galaaska caanaha ah ee daatay, roogii ku daatay iyo bakeeriga jabay, adigaa mushkilad ka dhigi kara, adigaana beer janna ah ka dhigi kara. Balaadin ku soo dhawaada sharaxa kelimadan laba kelimo kalena waa ku dari doonaa ama laba tusaale. Haddaad qaylido af muggiina aad qaylido, dhibaato weynna aad ka dhigto arrintii, ilmihii yarka ahaana aad cay iyo aflagaado iyo inuu yahay qof martay ah oo aan waxba qaban karin oo adeega aan qabin aan adeegi aqoonin,
إلى المركة وربع وقلت بتتبع عن أهين أديجا أي إلا حتى مركة قاركوب أعلمي يا بهوين شقين كميرة تصالة إلى الجاران بأديجا لي حتى وروح يوصلنه أبها بمركة وربع نوع عنها إلا بها لغي يا با مشكلات با تبكتين مدى حال إسحروتكين لي كربة كل دي المي يرك أنا شفت كل دي كالسوني بنا وكبر سي او مرضى بإنه سوء ليغو وعيكو أتكاني سا أبيغا عريسا مشكلات كبيري كرا هنا عكري أبيغا بيرك ما أكبيري كرا هايو ما وحبا أبيغا كوغاري وحوان با أبيغا إغمه إنسان عارا أبيسو ودي هدي أن نصيب كل هالها إلهي أتي سنة لا يقر لها عراها إغرا أي مر لهايين عراشة إذا أي فريسان لهايين داولة لإي جنين لها كل عارها مضر كان إلهي سبحانه وتعالى ذا قدر إنا رعانها عدل وفي السوق مثل أنه هو يوالكوش إليا كوب كات شغير أكيسو الجلب لها وقت يساء أيام ماري وحاجة أغتاء أريد اللفتة إذا إيا أريد اللفتة على سيدة أبكاري ذاتي أدشي سؤودة ماطي أتري أيام مال المالمها كاملة أيام الإيمانينا إنه يركعها أريد وعطوح إذن مسألة عقيدة أو لياب له أو عجائبة إنه قلبي ذا أدشي سي إنه حافظي كالسوني وحافظي قدرك الله سبحانه وتعالى الميز جيسي مما أياد جنسي مكاتر وحبر الشعب ودقاقي ووحلي لهي مركي سيلا وكلاميسو أمينيسو كوب كساسا لوقفا هوسا دانا والا إيغا ميشا قولك نيجرا هيمة والا فيريا محايا لي بكيريا هدوك وطشبو باوع بكوب بيسن كرا ولا لها كلنا باوع بكوب بيسن كرا كدب للبكتيريا أيا كده لنكتا إذا كان مرتقنا بكير ذا شوي إذا درادل ما كان هذا كده بأنيلي سمين في أنباطاي هذا عارها ولا يقري كوب كاسوماها أدشي سوى دماسي إذا قدر كإلهي نواد برطي أستجنا وين وانيسي تلوني نواسي سي أين وحوان نقريا المسي ونسل الله ضرباني بل حد أعطاها عنه ليحرم أبي إذا لحق إلي وحاسني اللي يرى بامبر باكذا كذا ما ذا يسوقر اللي يقول إذا أنا ذا يلانا سوقر قلتي بني إسكولك الله قادر لها سوقر كذي من قدر الله أنا ماشي بها لغحري أنا ووبا إكتها لدي أنا ووبا إلو دي أبو تفكير كذا وتفكير ما الله مركو سوقر لي أبي ذا بنا تكبني كرا أبي ذا مشكلة أبوي كرا أبي ذا أنا درد ما أكبني كرا ما وحدا مثلا انا عرفتي موضع ما الموضع لذا ثمره وعلى جي هذا انا انه كين لهي انا يبقوا دعي او تلا ان كقابنو انا اهان لهايين وحاك لو صوت جرى هدى مبا ملو قري وهدى انا هاتي ملو قري لها هدى وابا انه كين لهي من دكا لصوماها انبا لنبا ايادا انا هيتني وادونك كنو عروتي ووحالي لهي مثلا انا اب اوض انا وش اللوري حطنا لو مقر وامرك كوبان وامرك لبال وحال الله ان لا شيغو اما عاودت انا الارض الحرناي ملايين عروره وانك اذا رعب اذا كان يرو ان كان واوي ابي هوي اي دارين او الهي كان كو ابوري ايان انا عبد ايان بعانه سنيده او لعد انا كو غتان بانه سنين سلا درابل المي وحق كل بي ماشي يدك فقراء معها قدرك إلهينا خالبا كل قصي نعم أضيق علينا إنت موكو صواب شطي أيا وحاكي إن بضمد النوستو أبيكي إن بضمد العالم نوكي أنتي عاو إنا بسوء اللوذو وحضر لما تأمره ولا تنسوا الفضل بينكم نوم قرين أبيق أياتينا كبني كربير سنو عشي يرى وحب كبني كرتا خلاف يبوق عروتي او دحل اولا ايا ملحنون ايا عشق امو ايا ونوال ايا والبهار ايا قلقرسو قريه برواقضة للربي اينا الانو النقرو ايا وحي نقو كرتا اينا الدجال جوكتا اماشي كان نقو
او اد هذا انا ما ودي المياه محمد اسو دوقي هذا انا ودي هذا انا ودي هذا البامبر ودي ما حد ما هو خلينا ما حد يقول انه مو تابع اما اذا واحد ما كبت ما حد ارى هذا ايدون كيف اروكم انا وران كرو كما تشي كرو الفرق هذه الدوله خلق الجاجرين كا عروتي هي عربي هي اصلي غير هذا النماء هذه الصبرين كا غري لو نك امام وحول امام غري او اصلح داكن اما وحسن شعري عروتي او غري وانا عشب اولي كبا سوقا غري وانا كبا اولي هذه النيو كبني كرا غري عشر انت هي كبلا انت adiga dhibaato ka dhigi kara adiga beentamaa ka dhigi kara aanada dhibaatada u leexlo mar alla markii aad guriga timaado kalama taalamiya ayay wallahi gurigan gaajaa nagu dishay waanu ku baabaan hadda waa urmaan ama waa maalin kale inta waxaad urin jirtay cunto kala duwan cunto isu saaran hilib iyo bariis adduun baad urin jirtay caano iyo casiir laakiin maalin ay si la qotay ayaa waxaad ka dhigi kartaa guri lagu baaba'ay islaamtina islaamkun islaamtan noocan oo kalaam yaa la qabi karaa anaga guriga waan ku rafaalnay hadda maxaanu cunno maqaaxiyaha ayaanu iska aadaynaa gabadii baa u minsi kartaa markaasaa miskiin intaa jikada kugu jiri jirtay oo ku soo dhaweyn jirtay ayaa noloshii oo dhan ka calwin kartaa adigaa beerjamaca ka dhigi kara oo dhigi kara cunto mataala miyaha may meeqaa wax cunnay oo meeqaad cunto macaan oo karisay soy cuntadii aan cunnagaada weli carabkayna ka siina dhamaysa midda kale meeqan ummado ayaa cunto ay cunaan haysanin ka waran hadda salaad waxooga kama hadsane waxaa wala isaa jikada dasho inaad adugba isku dambarinata alaadoo dhahdo anaaba hadda nooga soo tuuraya iiba sii fadhiisaba adugu idan tusaalahaasi waxaa nooga jeedaa inuu qof walbo hadda i dhegaysanaya رجالا ونساء إن أصابوا تسارا والبوء كلا سويته قريه إن الدب أما أقول لقنا أنجا مشكلة يا أو لحلين كرو أو لجسم لابسن كرو أيام مشكلة وين كبرنا وحيا وعن أربعنا مشاكلاتك إن نمزنا أو أن بيتنا ما أتبرنا تدرى جدا وحن أدرى شيء إن كلمة لها مشكلة دو قرمة اللي مشكلة نقطة جوابه وما حلي haddaan anigu mushkilad iyo cid ka dhido haddee mushkilad bay noqon haddaan beertanaa ka dhigana beertana ay noqon as'alu llaha jala wacala ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu kelimadan nagu anfaco reeraheennana ku islaaciyo dad badan oo caawa ay dhalaysanayana ay dib iskugu laabtaan waxa reeraha ka dudumiya ugu weyna waa in mushkilada xajmigeedii laga weyneeyo oo meel bastoolab u baahday beesuka loo isticmaalo كنتنا ولا أيها الإخوة ولا لها قيمة بضن غالقة شرفت بضن يعودنا أتاقن هذين يا مارينبا في أن يقول جاديديان برنامج كني لما قعب حي إرتني أو كرتني سلام كارم والله أعلم ما شاء الله بارك الله فيك شيخ حمود شيخ حسن أبو دلحة إلى سنة على أكبر كأيه أخير بضن هاكس في يوم المدى تقيم كا دوشي سيكي بيها الله سبحانه وتعالى نغير السويد وكان أولي ما وليه أو رغم جليا ورغيال وبرغم في سلسوس كاين وشرني يا بسرية سلام قادن وعطيتها بالسكان أبو دلحة 1 at gmail.com APUDALXXRAY number 1 at gmail.com مالك التاوصف في سعادة مكتا 2DM Central أي إن شاء الله تعالى وبرغم في ألعب النوبل أو دا برغم توحى إن لسا تهين يا وتحفينا ربع داقة وأحمد إذا وقع oo jooga buuraha dhaadheer ee sawda siriyusa waxaan soo dhaweynayaa axmed axmed bay maqlaysaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mustaf maxamed raaga abu qawsaan saaxiib waa ku xiisnay waan ku xiisi doonaa allah ku barakeeyo jazaakallahu khayr wa axsana allahu ilayka wa ghafara allahu dambak aqal xabiib aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaad halkan nala joogto maantay waxaan kaloo si kale laaba oo runtii farxad badan aan u soo dhaweynayaa saaxiibul fadiila ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar aan dhammaan ha siiyo sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahullahu waracaahu
walaal aan wabarnaamijkeenii dib ayuu noogu soo laabtay allah awood sare leh ayaana mahadaas iska leh waxaana u mahadinaynaa fadiilatu sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa allah subxaana wa tacaala ha xafido taxi masad waxaad kusoo dirsan kartaa 6 2 3 4 6 4 8 ama abudalxa1@gmail.com meel kastoo aad caalamka ka joogto ama bartan facebook ead hadda naga daawanaysaan saaxib alfadiila waxaan ku bilaabayaa nin dhallinyaro ah oo 8 arrimood soo qoray wuxuu leeyahay waxaan salaamayaa sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu llah waracaahu ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo ayuu leeyahay sayidii wuxuu leeyahay muxaadaraadkiisa ayaan dhegaystaa waana aan ku dhaqmaa waxa uu tala ka rabaa xaas u waxa uu tala ka rabaa sayidii xaas u furay hadda may maqashaa ha saaxib fadiila ma aqaana ilaa xale waxba igu laran wuxuu leeyahay allah ku barakeeyo sayidii nin dhallinyaro ayaan ku bilaabayaa rabbi subxaana wa tacaala ha ku xafido 8 arrimood ayuu soo qoray xaas uu furay ayuuna ka cabanayaa wuxuu leeyahay waxaan dhegaystaa saaxib fadiila sheekh maxmuud sheekh xasan abu dalxa allah xafido muxaadaraadkiisa ayaan dhegaystaa ayuu leeyahay xaas hore ayaan qabay oo 2 bilood ayay iga furantahay ayuu leeyahay saaxib fadiila gabadha ayuu ka sheekeynayaa dhibaatadii uu ku qabay haddana kama maarmo wuxuu leeyahay waxay ahayd qof aflagaado badan waxay ahayd mid ceebtayda raadisa waxay ahayd mid gacan qaad badan waxay ahayd mid jisaarta oo wax kasta oo aan siiyo inkirta waxay ahayd mid marka aan ka dacwoodo been abuur igu samaysa waxay ahayd ayuu leeyahay mid dharka mid xirata dhar jirkeeda ku xiran waxay ahayd mid ii faanisa rag kale anigana iliida waxay ahayd ayuu leeyahay qof shaki badan oo mobilkayga baarta mar walba waxay kala kulantana igu cabaysa sayid alkariim wuxuu leeyahay hadda waan furay iyadoo uur leh cunugna ii haysa inaan ku noqdana rajo ayaan ka qabaa ayuu leeyahay waxaa intaas dheer waalidkay raalli kama ahan aniguna xaggeeda ayaan u siqayaa furihii ayaan kuusoo raadiyey ayuu leeyahay saaxib alfadiila sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتعب الله أكثر وعن كل الله يا مقوله أما إري أما كلمه أن إنبلا أبليه ما أن مقشيين أو أحد هذه وقف تود أوده معنى هذا ما أخا إلى ما يسمعه وحو الشيء إلي خمس لإكراء يا مخن jaaminkii kale ayaa maqan soomaaliduna waa kii horay u jiri haddii uu ku yimaado nin ay caloosha ka laalaado gartaha siinay kii caloosha ka soo riday inuuna jiray baa laga yaabaa oo weedaas aan doonayaa marar badan in si fiican loo weeleeyo haddii aan taa ka soo tago walaalka su-aasha soo qortay waxaan isleeyahay gabadha aad buu ogu xil dheeraaday qof xaaskaadi ah oo oridaadi ah inaad waxan oo ceeb ah inaad daldasho oo arrin aad iyo aad looga xirshooda wey xataa haday jirto dadka ehelkeeda ah iyo si gooni ah hadday ayada aad waaniso oo qaadan weydo ayada hooyadii ama walaalaheed inaad intaad oola tarto war gabadha arrimahan baan ku kari la ahay ama aan laakiin arrimahan ceebayn bay ogiin xataa dharkeed baad u dhacdhacday ilaahay ka xisho oo ilaahay ka cabso oo ilaahay ka baq oo xaaskaadi oo maxaale jirkeedii ku makanisay oo awlaad kuu dhashay qabliga inta le-eg inaad intaasoo ceeba a kusoo aruuriso waxaase la yaab leh waan furay oo haddanana waan rabaa inaan guursado oo haddee waxan oo ceeba abaad ka sheegtay maxaad kaloo ma malad baad ka markaas baa ka cuni marka dambe ma miyay isbedeshay mise waxaanaad ka sheegaysay baan waxba ka jirin nin caraysan baad u egtahay intaad shaytaanka iska naarto ilaaliya gabdhaha muslimaadka ah ceebahoodana xataa gabadhu hadday ceeba ay leedahay gabadha ciddaa khuseeya arrintaa u geed
حدنا والدك إلى من رمان أنا وان رمان أنا أقول مال أوح عن كورات تريو بلما جرم هايين أديد جبالنا وح عن عيبة أكشوين إنسو حدنا وان رمان مفهم أيو مانا جرامي هذه مركة وحرة سيتقض وانا قد كنا ما أظهر ووحرة كشرة تعالوا هذين كنوي مثل وابدان عبور مركة هو كبدان أبو رانا إسائي حقيقة هذه بعد كتمر الأعلى تظهر ما أريد أن تحيقوا بها أنت عني الله كعبتي إلي إنا أجيب أرن كان أبونا قطوه يلد أرن كان أبونا قطوه وحنقول إلي إلا جعمل جنتر حصب الله بكاية جبالنا وحرة كشرة جاي وتاب ايه الكيرية قرابة هذه عند قلنا بيتقوية هذا فالجوابة انت راضبنا وانكشة جانا يوانا رمائي ما الالات تانية او هذه الجوابة انجيب غيره بيتي كرانا وكا هذه الكرانا جوابة الوحة كشة يجي يتغادي ما بجرمه في المنطقة ان اولادك ما يتغارينا وقوم فرطي الهي سبحانه وتعالى عقو وعفك يواناجا تراضي دو وانجوابة ايه الكيرة ايا ابيه ايا هويني كرات فشو تراضي كسيا مقارو الله عز ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى جنة الفردوس هكوك يا هناك وبد بادي سيدي وبد بادي نبي الله النور هي أنت حق كرة عضي بارك الله فيك سيد الكريم صاحب الفضيلة قبل حتى وحي الله هاي نمبارس قعلوني وان شاكي سني شاكدو ميل ونحسن نومر يسا أن واجه على هاي أسوقنا واجه عليها علاد باطمين نينك واجرين هاي ووحى الله ملايا أي لاذا هاي سحر أما إل بني آدم وسيدة أيضا هذا القول لك وحينتا سيدة رأيت لصاحب الفضيلة شقاك استقو وتقو ولا إرياء أنا بواجعلها وحسك كعب سنة يا إلا ذا صاحب الفضيلة إنا أغدره وليبك أنك أنا هستاه متكبضا أنصاره هم قرنا وإحياء ما حد يقول لنا يا إلا ذا سيدي فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله شك وحضر غمد الصوت حقيقتنا أيضا حقيقة هذه نكر وكتشعلي هاي أدوغنا أتشعش هاي هذه العذر كان يسكمن معي خوري أبو السؤال قلي لها أما سحر إلا إن يشقروا التدار إن لغتوا عيريو ما حقيقة أرنجا ما أرن حقيقة أو طبقة يتوى أرن شك يتهنا هو بعد أنت أنت اللوبه وخاطير اللوبي ونكر عليا بعينه تسحرني عليا بعينه تسئل حيني أما شقلا دوا نصيب تجت في حديث إلى جب أول نقص على غيابه وعرفنا دونا يصل إلى جب أول نقص لكن كذبك هي شقارها هي شقر وكشقين أيوه عرفنا لحد إذا هنا تهيب على غيابه مركز إل إل بالله غيابه أما سحر بالله غيابه أرين حقيقة إني نهيم بصوت فجأة، بكا أبي إل إيو، سحر إيو، لودن بكا إيو، في القرآن كإلهي بداويها القرآن كهكو أقرئه، هدا كلا أروه، ما بقى بالجرسين محد كوبات، إنه القضاء، هي إلا سحر محد كوبات، وحلو يعني وايش كان سري ثاني، محد كو عقيد شو تأروه، إحنا ما غريب أما رجع كوب الله يابي تاعه. يا ذا غريب وفر بدن بأكله. سيدا درازي أدونيك الحنو السيهي أو عامون عادي آيو تختر كنخاطيرتها أترو أدي المنطقة النفسية للحنو السيهينا أدي قرآن كدعوة قرآن كيسكد ويقول الله تبارك وتعالى أدونا سيئة أدى أشى الله يتوني وهذا تعالى أده نين كذنبان قرسلي وإن الوح والبقر هبسطه أو الحقيقة أهو طوب هذا هو تمركة منك أكون بورسك فكل صبر أما هذا هو تهسوء إلى هذا بتشوف أنا أتراضي لو أنت والله عارف ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى جنة الفردوس هكوك يا هنكو عبسي وبيقى كوثر تقول قاعد تغلق فريتي شاشا هذا نعم الله أتو سيد الكريم صاحب الفضيلة سائلك حقا وكل لي هاي تمع قربا إيقالي شكان سيجيبان بديه أفر قبلوت بانسكو شكان سدي لكن ما أود إنا ود قرس ده أفر تينا ومدعوين ووحي ليهين مدوالبا أريق قرسو
mid walbana waxaan u sheegay inaan guursan doono taladu way iga guraan tahay ayuu leeyahay saaxiibul fadiila maxaad igula talinaysaa sayidii falay tafadal mashkuuran wa maajuura bilillah inay tala ka guracanta ilama ahaanu maxaa yeelay afar dumar ah inaad isla gaadhaan afartuba inay diyaar ku yihiin waxay ahayd markii ay gabadhi aad xaggeeda u leexato inaad midda kale aad dhahdo waad fasaxan tahay ina afar dumara inaad guursato diyaar oo matid diyaar oo matid afar dumara inaad hal mar isu keento ade diyaar oo matid afartaa mid unbaad ka rabtaa sida wanaag sida saxdaa marka kuu sheegi kharadka meeshad ka gashayna waa kuu sheegi gabdhahaasi markaa tanna la hadashay tanna la hadashay tanna la hadashay tanna la hadashay midda aad markaa qalbigaagu uu ku degee u badatay inaad ku ekaysato kuwa kalena aadan qalbiga u aaday ayna wax gashanin oo aadan dhibin oo meel aydan ka soo laaban karin aadan gaarsiinin orta middaa weeye midda la rabay laakiin tanna meesha u dambaysaan la gaadhay tanna meeshii u dambaysaan la gaadhay si walba waxay leedahay inguursatan isma ogeen waa ungooni mid walba waxay leedahay waxay ogtahay in keliga la iskaarsado kallaba taasi waa gardaro taasna waa dulm wixii kaa soo gaadhana adigaa mas-uul ka ah haddaad sixir iyo il ka sheekaynaysay oo hadda ishii lafteediba hadda lay weydiiyey nin gabad afar gabdhood is isku shukaaniyey mid walba ay gooniyada diyaar u tahay afartina aadan rabi inaad wada guursato oo mid unaad ka guursan doonto saddexda kale ishooda xagee ka jiri marka marka arrini kaama gurracanin adigaa xarka isku xirxidaya dhalinyaraduna waa inay fahmaan shareecada islaamka waana inay ku ciyaarin gabdhaha muslimaadka waana inaadan ku beerin gabadha sacayl aadan hadalka waxba ka qaban karin haddana waxaan kugula talin lahaa gabad alla mid ama middaa isleedahay way kuugu dhow yahay intaad ku ekaysato inta kale hunta u sheeg oo waxaad dhala walaalay khaladkaasaan kaa galay casisna waan ku weydiin ishaadu ayna igu dhicin ilaahay darti ii casi hadda laga bilaabana fasax baad aniga khayrkay u tahay inaad sugaasan karto aniga saasaan kugula talin lahaa laakiin tanaan meesha u dambaysa la gaaray tanaan meesha u dambaysa la gaaray tanna waan la gaaray tanna waan la gaaray talana way igu gurracan tahay tala kuguma gurracno adigaa xarka isku xirxinaya awood aadan lahaynna isdiday dulmina ka galay sacayla ku beeray gabar muslimada aadan mataqaana waxba la qaban karin isdaba qabo oo waa maadsan tahay inaad na soo gaadhsiisay midda aad isleedahay nolosha way kula qaysan kartaa ku ekow saddexda kalena runta u sheeg wallaahu aclam maasha allah jazaaka allahu khayr wa axsana allahu ilayka waqafara allahu dambak saaxibulfadiila rabbi subxaanahu watacaala adigii qoyskaagaba ha u badbaadiyey sida uu u badbaadiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam dibna uu ula mideeyey hooyadiis rabbi ha kaa farxiyo adduun iyo aakhiraba sayidulkariim sidaad u dhisayso guryaha muslimiintana rabbi beero janna ah ha kaaga dhiso jannatulfardows cabaadku raggu u badan yahay ninka kale wuxuu leeyahay saaxibulfadiila xaaskayga waxaan isla joognaa ayuu leeyahay qurbaha ciyaalna way ii leedahay dhibka jira waxa uu yahay ayuu leeyahay saaxibulfadiila mar walba waxay iigu hanjabaysaa waa ku xirayaa raashinka anigaa kariya dhulka anigaa masaxa inaan wax barta ma ogola ayuu leeyahay saaxibulfadiila aniga ayaana waddanka keenay waxaanan ku fakarayay marka aan marwadayda la midoobo oo aan indhaqabowsado in aan nasan doono ayaa niyaddayda u sheegi jiray masa dhixin ayuu leeyahay saaxibulfadiila oo gowska ayaan qaniinayaa dhibaato ayaa ahaysata waxaan u bandhigay inaan xirfad barto si aan mustaqbal ugu sameeyo owlaadayada laakiin ma aysan aqalin oo waxay ka jeceshahay inaan dhulka u tirtiro raashinkana u kariyo gurigana ay igu cabiidsato ayuu yidhi mar walbana ay ii sheegto inay ixiri doonto maxaad igula talinaysaa saaxibulfadiila sayidii falitafadal mashkuuran wa maajuura alxamdulilah axmedow ariga walaalaha kale ma aqaano codkaagu horta waadix iima aha
waxaan marka talaabo soo jeedin lahaa maadaama waxaa waaye noogu horeyso su-aashan ay hadda u dambaysayna intaan ka mamaqlay waxaan u malaynayaa waa arrin u baahan islaax khaas ah oo ninkaas iyo xaaskiisa oo khadka ku wada jira inaan intaan bal dhagaysanno xaqiiqadana la gaaro kadibna aan bal talo wax hadda inta aan ka sheegnay kuma filaan doonto inta hadda warkaan kasoo gaargaaray waa arrin yar culus weeye arrin in si fiican loo hubsado u baahanna weeye marka waxay la tahay maadaama caawa arrinkii loogu iskahoreyso ay tahay codka walaasi aada u warwanaagsanayn intaad intaa loogu soo khatinto walaalkaas iyo walaashaa haddii hadday taleefonkooda aada hayso sii taleefonka igu hayso waco ninkaa kadibna xaaskiisa aan isla dhagaysano halkaasaan ku islaaxin doonaa insha allahu tacaala hadda wax yaroo meelahaan ka sheegsheegnay reerkaasi waxba kuma anfici doonto haddaad imaqashay anu waxoogaa codkaada aada buu igu liitaa wallahu aclam maasha allah jazaaka allahu khayr waxsan allahu ilayka waqafara lahu dambak saaxibulfadiila waa ku maqlay allah ku barakeeyo hadalkaagana hadal laguma celinayo saaxibulfadiila rabbi janatulfardows haku geeyo walaalayaal barnaamijku waa barnaamijkii ila tali aan kula taliya tala maqaadan iyo saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu talxa xafidahu llahu waracaahu telefoonka haddaad maraykanka joogto waa 6123456481 daafaha dunidana waxaad email uga soo diri kartaa abutalxa1@gmail.com saaxibulfadiila haddaad imaqasho wax yar haddaad noo dul marto safarkaagii iyo ducadaadii allaha ku barakaysayadii bale tafadal mashkuuran rumajuura alxamdu lilah safarku wuxuu ahaa safar dacwo ah waxaan aaday waddankan astraaliya waxaan tegay 4 magaalo oo waaweyn oo soomaalidu u badan tahay waxaan ka bilaabay magaalada beer aanan kula kulmay dad aada iyo aada u qiimo badan dacwadana u ooman jecelna inay dad culumo ah ay u tagaan waxaan ka tegay oo kale magaalada la yidhaahdo melbourne oo iyadu magaalo weyna oo ka dad badan masaajid aada u weyn oo soomaalidu ay gacanta ku haysano amsa la yidhaahdana uu ku yaallo bulsho aada u fara badan baan halkaa kula kulmay mu'tamar weyn baanan ku qabannay wixii ilaahayna waafajiyey baana bulshada u sheegnay culumo kale ayaana i wehelisay magaalada saddexaad waa magaalada la yidhahdo brisbane oo iyadana aan tegay muruuko masaajid la yidhaahdo oo soomaalidu ay gacanta ku hayso asagana meel qiimo badan ku yaalla ayaan soomaalidii kula kulannay khayr badan baan soo dhaweyn qiimo badanna waanu kala wada kulannay dhammaan kadibna waxaan u gudubnay magaalada sydney oo iyadana aanu kula kulannay ilaa 3 markas oo soomaalidu ay gacanta ku hayso intaa waa dacwadii si caam ah sida kale waddan hawadiisu ay tahay waddadii hawadii soomaali oo soomaaliya oo kale oo qorax runtii aada iyo aada caafimaad badan ay dadku ay ka helayeen haysa ayay ahaayeen dadka muslimiinta ah waa un soomaalida un waddamada joogta unbay la macno ahaayeen rag iyo dumar culumo iyo caamo dhalinyaro iyo dad waaweyn unbay ka wada koobnaayeen waxyaabahaan ku soo arkay een aadka u jeclaystay waxaa ka mid ah run ahaantii afturkoodu aada buu u wanaagsanaa gaar ahaan da'yarta iyo gabdhaha yaryarka ah afturkooda runtii aada iyo aada buu ii cajabiyey dad aada iyo aada mataqaanaa dacwo u jecelna way ahaayeen oo maxabaraadka iyo khayraadka culummada marka waxaan aada iyo aada aan tala ugu soo jeedin lahaa ninka fiise u heli kara waddanka inuu talo oo walaalaha la soo wadaaga khayr wixii intaa ka dambeeya insha allahu tacaala iyadoo inta ka balbalaaran oo ka tafsiirsan oo cajal ah ayaa jirta taasaan insha allahu tacaala dhegaysan doonaa baaraka allahu fiika wajazaaka allahu khayr sayidul kariim hal su-aalan kaa ilaaway ila tali aan kula taliya tala ma qaadan sidee waddankan looga dhegaystaa
محاد رياكشن يفل علين كهالشيء داد فملا أن هالشيء سيرني أو هل كان فرين وقدر تي رج أما دمر ملكولن تي على إنك إلى ثاني دو سيدك أها قاردة سيدي فلتفضل مشكور الماجورة أحمد لك صعبك وصلاة ولي ضعيف وهي هاي لك وحرمنا وحدي ويدي في وضن كأرتك في ويو وحنيرك على ما يسمها يا كمبيوتر كربا كأرك يا أديك مطغى نوعك هذا أو بالشمع هذا كي يرتام يا سؤاسة مطغى نمتك من فيسبوك الله يسكادين حكا لك يجرى مركا كأسا خلا وحدة إيان حاونا يا لك عصا دي مطغى وحرمنا ويدي في وضن كايا قاردة في برنامج في الملايين تحية فضاء اسمع ملح بليون ضدي اوكي سيدة درابة الله حرم علينا يدي سؤال شاكي وحاكده ونستنان لهاي اخ ابو فوزان الى الوجيسو مجالة الظورمة باديه له ما لقيت الانساء انا اضحنا المراه تفسي عمل بأو مرد شغلت من الباديه لقيت الانساء لك جيل تشوغا جيل لتشوغا ايا الى سنه دغيت حقيقه انا كامريا لك جيل لتشوغا ايا الى سنه دغيت تشوغين كو او يبيان الانترنت بو يا لوايو وانا ويدك انا الى سو خريرا يا ميلها الى سو خريرا يري ده مره كاكو مره كو شيغو ولا تعجو عديو تشوغا حتى كونتم ييلبا واحد كداي مره قاربن oo Australia la yiraahdo ee ilaafta la aad bay u dhageystaan ee weli aniga la tagayno maxaa ay baray waxa ay baray ugu weyn bawaayo anuu wadanka ma tagin laakiin waxa ugu badan ee ay walaaluhu aad u jecelaysteen inaan sanadkan soo booqdo qayb ka mid ah waxay ay matagaanayeen kan barnaamijka oo baahi badan u qabeen dadka marka aan u tagay hadaan soo koobo qof walba wuu yaqaan aniga قدر بوية غاني أبو طرح إن دورة كاملة طبعا كل ما وضعها فمعني الوحاولي إلى البرنامج كي نصل إلى آب دلوجة جيسة تولوي كي يرئي صوماليا أي لجد جيسة معلومة لانقارصا وقصرالي إلى جيسة مركة آب دلوجة جيسة آب دلوجة جيسة وحنوما لأدر أدقى أحمد وقع عداسة إن محالي إلى نين لذاك الإستاجر إلى العركان كده محالي إلى ما شاء الله سيدي بارك الله فيك رب سبحانه وتعالى صاحب الفضيلة جنة الفردوس حكمك يدنبك يدنبك والد كاب الله دافو أولاد هذا الله حفظه معلمين وصوبرتنا رب سبحانه وتعالى حسي مريه أن كافة إذني صدقة الجارية الله كاقنك وراقا إيه خيرك أدنى لدبتها كنتاحي برامجك وبرامجك أن كلها تلية تلما قادة أمانتي إذا كيك الإيمان يمنيا بوليس إنجنر مختار أيا فرية وهي كولومبوس ابو قوزان احمد اذا وقع صولك سيدي يوتا يا صاحب الفضيله الشيخ محموش يا حسن ابو دلحه وفديجيس في اي دنمارك اودنس او ان معلومه ان كدغيسن ان معان اد فر بدن سيدي وحن كلو وداغينا ان تحسيدينا ان دعينا غبدي ارديده كامده هيد اي كو غيريوتي ان مغالده دغنت هي ان ماركتي الله سبحانه وتعالى جنته الفردوس حقيو قرابدي ارديدي iyo ولاليهينا صبر يمان الله كسيو كنت واحد قف أدي المارك تي ونصيب بدن ولو ماذا أود عيني سيو شيء عبد الرزاق حاشي يشيخ عبد الله حنبلي يشيخ محموش حسن أبو طلحة ما يرد يقاب كل الله عصي يصير له هذا السين وهل كان من كلاش عدي إله سبحانه وتعالى جنة الفردوس هجيو أدين كان مارك تي صدقة الجارية الله يذكر جري سعر الفضيلة وفسحنا بارك الله فيك سيدي وأحسن الله إليك وغفر الله تنبك ولا الهدية يتركوا بتها أنت هكوسوا درسوا لح الله بسد حل أفر لح أفر سديد حل أما أبو طلحة one@gmail.com لما أنت واحد كجتك الناس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نوح باقيا ولا لح دارت بركيسان أي ومن فور إن اللو ريغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب. الشيخ إذا كنت بخير. الله أكبرك يا صاحبي. خير. والله إن شاء الله عز تغير المسلم بكل جسدين تقول إذا وقع الله من مقرن بحيث إن شاء الله إنت هذا صوت الله.